بغيت نعرف واحد الحاجة ديما كيسولوا الناس عليها، كيفاش تعرفتي على بابا؟ هادي خصها اللايف. كيفاش تعرفتي عليه؟ سيري خسر كان اختي كيغني ليا الغنى 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 ولي هزني. وشفتيه حتى لنهار العرس؟ اختي لا لا شوف الخطبة قال لنهار العرس. من غير الخطبة؟ كيفاش؟ من غير الخطبة؟ عادي. كيفاش عادي؟ كيفاش عادي يا اختي؟ شوف اختي انا ما كنعرفش حتى شي واحد. شوية. كيفاش عادي؟ عادي زعما عادي شتو صافي نكتم كان غدا نمسك. انا نسول بابا. نعم. كيفاش عرفتي ماما؟ كيفاش تعرفتي عليها؟ ماما؟ هنا هي سيدة الانسان. كان مشكل كان تلاقينا في عرس. وديك الساعة انا كنغني. ومن تمايا انا جات معروضة خزنة على الحاج. ايه على قصة. أول مرة كنسمعها. جات خزنة. كيفاش جات خزنة؟ جات خزنة على الحاج صيفط حتى الحاج. دابا كيفاش أنا كنجي خازوني؟ عاودي حيدي 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 داك الشيء باش أنا نجي خزنة على الدار. دابا كنتي تشوفها. هادي حيد الزبل. واش نجي خزنة على با أنا؟ أنت كتهربي من الدار. لا أنا كنت مع بنت عمتي أنا يعني ماشي كنت بوحدي. لا. أنتي جاتي خزنة على با. العرس العرس ديال بنت عمتها بصح بنت عمتها. غير هي بابا مشات في الايدن ديال ما ايدن ما حيت كان با ما كيخليهمش يمشيو لها ولكن الناس ما غيفهموش هاك والله ما غيفهموش حيت ما كيخليوش غيقولوا كانت سايبه غيقولوا كان راه بصح اللي سمعوا الناس غيقولوا ولكن هو العرس ديال بنت عمتك ما عرفتو ديال بنت عمتك غير انا ما صرحتش ما قلتش التوضيح دابا انت راه خليتي واحد السم دابا المشكل اللي غيسمعوا البنات غيقول لكم وحده غتمشي تخزن تقول لها ماما تقولهاش با دابا هي شافتك في العرس وقالت لك عطاني النمره ما كانش ديك الساعه ما كاين لا بورطابل لا والو ما كان والو ديك الساعه قالت لي شنو نمره الحمامه ديالك شوف كي درت النمره ديالي قال لي كلبس كلبس لصالحين قال لي هذا التليفون شكون اللي غتبعني ملي غنفصل مع الوالد؟ الله ينجينا غير انفصال ماشي طلاق عمر عمر مع من غتكون انت الحمار؟ لا دابا دابا حنا كنتفاهموا الدري عبد الله غيكون والبنت عبد الله غتكون البنت غتمشي معايا وانت؟ انا مشي راسك شي راسك ايوا سير تحط راسك شي تا سير الصباليون صافي خليك بارك عليك الصباليون سير ليه ما عندك ما دير امك لباك الشي رضا الشي رجاك كدير رضا انا راه غنمشي معاه باش نبقى نجيب لك اخبارو ها هو اللي بغات ديري بحال شي ناس اختي لا 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 اختي لا تمشي معايا ولا ما ندير والو صافي دير لي الرجوع لا لا غادي غتعاوني هي بزاف الحوايج غتعاوني فيهم راجل فاش وانا عارف باش تجيو